بثلاثية نظيفة فاز الأهلي على الزمالك في الجولة الـ14 من الدوري العام، مباراة كبيرة جدا لأصحاب الرداء الأحمر، ليلة حمراء في القاهرة، فرحة الجماهير الأهلوية كانت كبيرة وبالتأكيد انتصار كبير وعظيم فنيا وجماهيريا وأحداث كبيرة وسريعة وبالتأكيد مباراة فيها كلام كتير جدا. من خلال متابعتكم بالتأكيد لصفحة جي ال سي سبورتس وزوار بالتأكيد ده موقع يلا كورة وبرنامج كتفك يا أهلي مع الشركة الأولى في مصر، شركة الدهانات الأولى في مصر، شركة جي ال سي، برحب بالتأكيد أيضا كمان بزميلي العزيز كريم سعيد. وإطلالة مهمة جدا على قمة الكرة المصرية رقم 125 وفيها ثلاثية لأصحاب القلعة الحمراء. مساء الفل يا كريم. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل متابعي برنامج في كتفك يا اهلي على يلا كوره وجي ال سي سبورت، واكيد الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي الانتصار الكبير. نتكلم نتيجه 3-0 في الديربي مع المنافس التقليدي حتى لو كان في المركز الرابع نادي الزمالك، ربما ما يكونش في الوقت الحالي هو المنافس المباشر للنادي الاهلي اللي اعتقد يعني بيستحق هذا اللقب، نادي فيوتشر اللي هو صاحب المركز الثاني، ويجي بعديه كمان نادي بيراميدز. نادي الزمالك بيحتل المركز الرابع، ولكن اي انتصار على في الديربي بنتيجه كبيره اكيد النتائج دي يا محمد التاريخ بيذكرها ولا ينساها. طبعا فاكرين حتى 3-0 للنادي الاهلي في مرمى نادي الزمالك، 3-0 كان في موسم 93 94، وفاكرين كمان الثلاثيات اللي حققها مانويل جوزيه. النتائج الكبيره دي دايما بتبقى في ذاكره المشجعين. كمان اهميه الانتصار ده يا محمد وهنتكلم عليه كتير انه جاي قبل المونديال، يعني النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان في مخاوف كتيره على الفريق وهيروح المونديال ازاي ومونديال الانديه وشكل الفريق والى اخره. اعتقد الانتصار ده هيدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا للمنظومه كلها، وان كان برضو الفريق ما زال يعاني من بعض الامور اللي اكيد هنتكلم عليها. نقول 3-0 ولا فرق 3؟ في ماتش 5-2 مع الناس ثبت النتيجه وقعدنا نتكلم على كسبتني فرق 3. فرق 3 النهارده بقى بيتكرر، بس نادي الزمالك لم يحرز اهداف في مباراه بتكمل اللي احنا قلناه. اللي اتفرج يا جماعه على الحلقه الاولى يا ريت تتفرجوا عليها، والله ممكن حتى يعني نستشهد ببعض الحاجات فيها. احنا اتكلمنا على الجزء البدني عند لاعبي نادي الزمالك منذ بدايه عام 2013، في مشكله 2023 في مشكله واضحه وتاكدت في مباراه النادي الاهلي وخصوصا الشوط الثاني. لو اتفقنا فعلا ان الشوط الاول يا محمد كان واحد من أسوأ الاشواط اللي شفناها في مباريات القمه الاخيره، الشوط الاول كان وحش قوي. الشوط الثاني بعد ما اتخيل ان هو كان دش سائع للغايه من مارسيل كولر للاعيبه النادي الاهلي، انتوا ليه قلقانين؟ ليه خايفين؟ ليه بتلعبوا بشكل عشوائي؟ ليه مش منظمين؟ ليه مش مقربين من بعض؟ اعتقد الدش ده ساعد ان ال 45 دقيقه الثانيه تخلي النادي الاهلي عنده قدره كبيره جدا في اختراق الجبهه الاضعف في نادي الزمالك وهي الجبهه اليسرى اللي بيشغلها محمد عبد الشافي، طبعا مش بسبب ضعف المستوى لكن بسبب كبر السن. ان عبد الشافي طبعا اكيد اتحط في اختبار صعب جدا يا محمد بسبب غياب احمد فتوح بسبب المشكله اللي احنا عارفينها، ومصطفى شلبي صعب جدا اداؤه في الدور الدفاعي، هو قوي او مقبول هجوميا ولكن على المستوى الدفاعي كان ضعيف للغايه. فاعتقد ان النادي الاهلي قدر يستغل هذا الامر في الشوط الثاني. طيب مش هدخل في التكتيك قوي لان ده هيبقى فقره السبوره، اكيد انت عندك ملاحظات كثيره هتبرزها من خلال هذه الفقره، ولكن لو نبدا بعناوين، اهم عنوان في قمه ال 125 النهارده انتصار يطيح بفيريرا من منصب المدير الفني نادي الزمالك، ده اهم وابرز عنوان اعتقد في وجهه نظري. يعني مرتضى منصور احنا شفنا يعني رئيس نادي الزمالك في الفتره الاخيره كان بيشير لهذا الامر كثيرا، ان هو يعني صابر شويه على الفريق، وان هو شايف ان فيريرا بدا ينفرد بقرار داخل الجهاز الفني، وبناء على هذه الامور الكابتن اسامه نبيه المدرب العام ما عجبوش الامور فقدم استقالته ومشي. وبعد كده انا دايما بشوف ان السيد مرتضى منصور اول ما بيجيب عنصر خارجي للجهاز الفني للزمالك هو مؤشر او علامه على اقتراب رحيل المدير الفني، ان هو بيدخل له عنصر مش من المنظومه بتاعته. وفريرا واضح ان هو اوريدي عشان عنده تجربه سابقه فعارف يعني ان خلاص ان مجرب. الموضوع قرب. فاعتقد ده ابرز عنوان ممكن ناخده من المباراه فيما يخص يعني اكبر حدث، ان فريرا اعتقد جمهور الزمالك بيحب فريرا اعتقد عند جمهور نادي الزمالك يشبه لمانويل جوزيه
عند جمهور النادي الاهلي، فان يكون دي نهايته للمره الثانيه على التوالي. يعني قبل كده برضو فريرة في الولايه الاولى مشي بنفس السيناريو بعد الهزيمه الأهلي. وبرضو الهزيمه من الاهلي في باسكت السوبر كان 3-2، كان ساعتها كهربا لاعب في نادي الزمالك وكان هو احرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. النهارده كهربا هو طيب. اللي بيطيح بيه فريرة. عندنا عنصر مشترك دايما في رحيل فيريرا وهو محمود عبد المنعم كهربا. كهربا امام الزمالك لا يخسر ابدا، كل مباريات كهربا مع الاهلي الاهلي بيكسب يا اما بيخرج متعادل. بالاضافه لده كهربا معدل اهدافه مع الاهلي رغم قله مبارياته تعتبر افضل من اهدافه مع الزمالك رغم قصره مبارياته. كهربا يا كريم النهارده يعتبر عريس المباراه، نجم المباراه. طبعا هو طبعا كهربا اكيد كل العيون كانت عليه مستنيه المشكله، لان احنا عارفين ان كهربا عنده مشكله عند الزمالك ما زالت في اروقه المحكمه الرياضيه الدوليه. لكن انا في وجهه نظري نجم المباراه الاول من وجهه نظري فنيا هو حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده عمل مباراه دفاعيا وهجوميا وعمل اسيست وعمل ده الجول التالت مشارك فيه. الجول التالت عمل كوره لما مر الكوره من تحت رجل عبد الغني عشان يمهد لعلي معلول عشان يلعب العرضيه لمحمد شريف بدءا من عند حمدي فتحي. لكن معاك طبعا كهربا بيواصل التألق اللي بدأوا في مباراة سموحة، واحنا اتكلمنا لو تفتكر في الحلقة السابقة على الشغف محمود كهربا بسبب الغياب الطويل 8 شهور عن الكرة. بيستمر محمود كهربا وبيقدر النهاردة ان هو يحرز للمباراة التانية على التوالي، واي هدف هدف في مرمى نادي الزمالك في وقت يعني هو يعني في طبعا عارف اللي هو التلاسن ما بينه مش بصراحه كهربا ما بيتكلمش خالص بصراحه كهربا ما بيتكلمش، هو التلاسن جاي من طرف رئيس نادي الزمالك. فاكيد هو الهدف ده ربما في قراره نفس كهربا يعني يرضي ويعيد له الابتسامه والفرحه. وطبعا اكيد هو كل انتظاره اليوم 2 فبراير لجلسه الاستماع عشان ينهي بقى القضيه دي ويبقى خلاص يعني يبطل يفكر في الامور خارج الملعب ويركز في داخل الملعب. واكيد كهربا وجهة نظر ان شاء الله هيكون عامل كويس جدا في مباراه اوكلاند في المونديال. نقطه فاصله في مباراه القمه وقت التغيير الاول والثاني لفريق نادي الزمالك من الدقيقه 60 شفنا مباراه ثانيه خالص والنتيجه ابتدت بقى تظهر وابتدى الاهلي يحرز الهدف الاول فالثاني فالثالث. طبعا تغيير فيريرا ليه طريقه اللعب ان هو حب هو طبعا لما لقى المباراه ماشيه سجال وان هو لحد ما لسه ما فيش فريق مسيطر على مجريات الامور هو قرر يغير طريقه اللعب من 4-3-3 يرجع يلعب ليه 3-4-3 ونزل مدافع مصطفى الزناري كتالت في خط الظهر ونزل عمر جابر كفول باك ايمن عشان يطيره دايما لوسط ملعب النادي الاهلي ويبدا يلعب الكرات العرضيه. النادي الاهلي استغل هذا الامر ان خلي بالك يا محمد في 3-4-3 انت بتشيل واحد من نص الملعب فبالتالي نص الملعب بتاعك بيقل دفاعيا. انت بتحط اربعه على الاطراف الاثنين اللي هما الفول باكس وكمان الاثنين الوينجرز فانت بتخسر لاعب في خط الوسط لصالح لاعب على الطرف. الوقت ده ان الاهلي قدر ان هو يحرز الهدف الاول وكمان ان الهدف جاي من كهربا عمل عارف ما يشبه كده الايه طعنه لا عمل طعنه عارف في طعنه جت خلت الفريق مش قادر بقى يقف. وكمان اللي بيتفرج على المباراه فانا حاسس ان الزمالك بدنيا محمد وحش دي واضحه جدا لا واضحه بيقل كتير في الشوط الثاني واضحه خلوني يا جماعه يعني خلونا كمان حتى يا محمد نتكلم في الحته دي خلونا نتكلم بالارقام مش مندهش ان حدش ما بيركزش في التفاصيل ديت لا 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 ما دي يعني سبحان الله هسالك سؤال هو النهارده فريرة عنده اي اجابه لسقوط الزمالك بدنيا خالص. من يوم 1/1/2023 هو ما عندوش اجابه الدكتور هو اللي عنده الاجابه ده سؤال يتم توجيهه لطبيب الفريق انا كنت بلاعب بيراميدز في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر وكسبان 3-0 والاسماعيلي لعبت الاسماعيلي كسبته 3-1 ده بعدها بايام 6 اهداف ماتشين ودخل مرمايا هدف واحد. وانس السنه الجديده دخلت من يوم 1/1/2023 انهار الزمالك بدنيا خساره امام اسوان يوم 2-1 والفريق خسر 2-1 في اسوان وكان التبرير ان الماتش اتلعب العصر واحنا مش متعودين نلعب في التوقيت ده. بعديها تعادل قدام الداخليه احد يعني مثلث الهبوط في الوقت الحالي تعادل سلبي قدام نادي الاتحاد السكندري خساره من بيراميدز في الكاس القديم رغم ان نادي بيراميدز لعب ما يقرب من 120 دقيقه لو حسبنا الوقت بدل الضايع وهو منقوص من علي جبر وبيلعب ب 10 لاعبين فلا في واضح جدا جدا يعني اي حد محب للكوره مش شرط متخصص هيلاحظ انما التفسير عند الدكتور التفسير عند الدكتور يعني المعرض بات مش شعر طبعا
لا يعني أكيد. لازم بص خلينا برضو احنا برضو نبقى واضحين. لا ما ينفعش كل واحد هيتكلم في كل حاجه. لا ده ما ينفعش. يعني اوكي الجمهور يقول هو عايزه نقول اراء مع بعض كاصحاب في قاعده اوكي. اننا بنتكلم دلوقتي كلام تخصص. انا لغايه ان دلوقتي انا مستعجب للغايه ان دكتور نادي الزمالك لم يدلي باي تصريح حوالين هذا الامر. موضوع احمد فتوح وعبد الله ده موضوع طبي بحت. طيب الارقام اللي معاك ايه؟ خليني اقول لك رقم يبين لك قد ايه النادي الاهلي اشتغل ودرس نادي الزمالك بشكل كويس جدا. نادي الزمالك النهارده قدام النادي الاهلي اعتمد على الكرات العرضيه بنسبه يعني خطيره جدا. هنتكلم ان العرضيات نادي الزمالك النهارده 16 كره عرضيه. 16 كره عرضيه النادي الاهلي اتعامل معاها بشكل مميز جدا على مدار الشوطين. نادي الزمالك كمان جات له 7 ضربات ركنيه وده باين لك قد ايه نادي الزمالك بيعتمد على الكرات الثابته والكرات العرضيه. ولا واحده فيهم عملت تهديد على مرمى محمد الشناوي بعكس المباراه السابقه. وبالتالي هنا بنتكلم على حاجتين. النادي الاهلي استعد للامر ده بشكل كويس عشان يديهم حقهم. ولاعيبه نادي الزمالك تحس ان مفيش القوه البدنيه والقوه يعني الشراسه الهجوميه اللي الفريق كان بيقدم بيها في المباريات السابقه. خليني كمان اقول لك ان رغم الاستحواذ لنادي الزمالك على في الشوط الثاني على وجه التحديد لرفع الاستحواذ 54% 46% النادي الاهلي. النادي الاهلي كان الاكثر محاولات على المرمى. النادي الاهلي عمل 13 محاوله على مرمى نادي الزمالك. رقم كبير جدا جدا جدا. وباين لك ان كمان لو كان النادي الاهلي استغل 45 دقيقه الاولى كانت ممكن النتيجه تزيد عن 3-0 وضعا في الاعتبار ان احنا بنتكلم على ان الثلاث اهداف جم من الدقيقه 61 لغايه الدقيقه 90. يعني النادي الاهلي خلص على نادي الزمالك في نص ساعه بس. النص ساعه الاخيره بالظبط. وده اللي لاحظناه حتى في الماتشات اللي فاتت تاكيدا لكلامك ان دايما الزمالك بدنيا بيقل في اخر 30 دقيقه او 20 دقيقه. لقيته بيقل ده بينهار انهيار تام. اللعيبه نفسها حتى هقول لك حاجه كمان. تعالوا نفتكر نعمل كده فلاش باك يا جماعه الماتش السنه اللي فاتت الدور الثاني لما نادي الزمالك قبل اللي فات. نادي الزمالك والنادي الاهلي تعادلوا 1-1 بهدف صلاح محسن وهدف فرجاني ساسي. هدف صلاح محسن تقريبا جه في نفس توقيت هدف كهربا الاول في النهارده جه في منتصف الشوط الثاني. لكن بتتفرج على المباراه شايف ان نسق لاعب نادي الزمالك يخليه قادر على التعادل. وفعلا فرجاني ساسي قدر يجيب هدف التعادل في تقريبا دقيقه 84. النهارده بعد هدف كهربا اي حد بيتفرج على الماتش يقول لك مستحيل الزمالك يرجع. ليه مستحيل الزمالك يرجع؟ لانه ما بيتحركش. الفرقه فيها مشكله. وخلي بالك يا محمد نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي في هجماته المرتده كان بيروح تقريبا 3-3 4-4. ليه؟ لان اللعيبه اللي هي متقدمه مش قادره يعني ترجع. الموضوع صعب جدا. فده سؤال انا اعتقد اجابته عند الجهاز الطبي لنادي الزمالك. طيب عنوان تاني ومهم جدا دخول خالد عبد الفتاح. نعم. ويمكن اللي تابع الحاله الاولى هيلاقي فيه تفاصيل ما بين السطور في كل النقاط اللي كنا بنتكلم فيها وحصلت في المباراه. نعم. خالد عبد الفتاح موجود النهارده في مركز المساك وهاني في نفس المكان في البقرين. اعتقد ان خالد عبد الفتاح في كورتين تاكلينج عملهم في الشوط الثاني هو كتب وجهه نظري شهاده ميلاده مع جمهور النادي الاهلي ان هو اوريدي تحمل مسؤوليه انه يلعب مساك تاني في وقت النادي الاهلي فعلا بيعاني في هذا المركز غياب شديد جدا. ياسر ابراهيم عبد المنعم معهم متولي 3 مره واحده بيغيبوا على المباراه. ورامي ربيع نفسه كان بيبقى بديل. يعني رامي ربيع نفسه مش اساسي. فانت كنت محتاج لاعب تاني. طبعا كلنا اكيد توقعنا محمد هاني بواقع ان هو له سابق التجارب في الحته دي وعنده خبره. لكن خالد عبد الفتاح بصراحه تحمل مسؤوليه وانا متاكد ان مارسيل كولر قعد معاه وسال واستشار وهو الولد وافق وقال له اوكي انا لعبتها مع سموحه وما عنديش مشكله ان انا العبها في الماتش. بس انا اعتقد ان هو خد قرار جريء وشفنا اداؤه في الملعب ذكي جدا وكمان باسير كويس لان هو اصلا مش مساك هو اصلا باكي. نقطه مهمه كمان قبل ما نخش بقى لفقره السبوره. نعم. النهارده بتلعب الزمالك وفي اختلاف عن التشكيله الاساسيه اللي لعبت مباراه السوبر بست عناصر. نعم. ومع ذلك الاهلي بمن حضر غياب منعم ومتولي غياب السوليه غياب طاهر ما كانش بدا غياب برونو سافيو. انت بتتكلم في 6 عناصر اساسيه غير صحيح. يعني غيابات كلها مؤثره جدا صحيح. ومع ذلك الاهلي بنفس النسق وبيفوز بنتيجه اكبر ده تفسيره ايه؟ اكيد ده يعني بيزيد في وجهه نظري من الحاله النفسي التفوق النفسي اللي دايما منظومه الاهلي بتعمله على منظومه الزمالك. يعني في تفوق نفسي عبر التاريخ ان انا بكسب انا يعني مرشح للانتصار اكتر منك. ربما ساعات الزمالك بيبقى مرشح في اوقات استثنائيه مش على طول.
دي فعلا كده كمان الفريق النهارده فعلا بدنيا افضل بكتير من الزمالك. ربما في ماتش السوبر كانت الكفتين متساويتين شويه بدنيا، الزمالك كان بدنيا كان بيلعب كويس وكان وعمل شويه هجمات، عمل محمد شفنا يعني فرص نزل الزمالك في ماتش السوبر في الامارات. النهارده انت بتتكلم على وضع غياب تام، مش الاهلي بس يعني نفس الشكل بصراحه محمد، نفس شكل الزمالك النهارده هو كان قدام بيراميدز، هو كان في الفتره الماضيه. الفكره ان الاهلي لما اللعيبه خدت دش بين الشوطين انها تفك من الرهبه اللي هم فيها وهم قلقانين هم ما يكسبوش، نزلوا ولعبوا كره عاديه ويخليهم مجرد نص ساعه يجيبوا ثلاث اهداف. لو انت سالت اي مشجع اهلاوي على فكره الفرقه دي انت شايفها قدامك دي بتلعب وحش هتنزل شوط ثاني تاخد تحرز ثلاث اهداف يقول لك مستحيل. الموضوع ببساطه ان الاهلي كان عنده كل الادوات وكل العوامل اللي تخليه يحقق نتيجه كويسه، وبالفعل ده اتحقق ونتيجه صفر نتيجه اكيد الجماهير عمرها ما تنسى. التكتيك والتفاصيل الفنيه كده عندك على السبوره، لان كريم عنده تفاصيل فنيه وفي كواليس وتحركات، ليه نزل كوكا وليه اتحرك لمعلول قدام، ليه نزل محمد شريف ولقطه كهربا مش هننساه بيقول لشريف هتجيب جول صحيح. اكيد طيب كل ده اكيد فقره السبوره، نتابع مع بعض ايه الجديد معانا في الفقره اللي جايه. ورجعنا لكم مرة تانية من خلال متابعي موقع يلا كورة وزوار صفحة جي ال سي سبورتس، ومن خلال متابعتكم لبرنامج في كتفك يا أهلي والانطلاقة الأولى مع شركة الدهانات الأولى في مصر جي ال سي. بالتأكيد انتصار رائع جدا للفريق الأحمر، النادي الأهلي يتفوق على الزمالك بثلاثية. وفقرة السبورة يمكن كنا بنتكلم الأحمر هيواجه الأزرق، ولكن كانت المفاجأة كانت مواجهة حمراء بيضاء، واستطاع الأحمر الفوز على الأبيض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مفاجآت في التشكيل ومفاجآت في تعديل طريقة اللعب والتغييرات، كل ده بالتأكيد في فقرة السبورة مع زميلنا كريم سعيد. كريم مساء الفل. مساء الفل محمد. أكيد أكبر مفاجأة في التشكيل أعتقد في الفرقتين، مش فريق واحد بس هو الأهلي، هو مشاركة خالد عبد الفتاح في مركز المساك. ربما كلنا توقعنا ان محمد هاني هو اللي يلعب مساك، وضع في الاعتبار ان هو لعبها قبل كده ومبقاش فيه مخاطره عند جهاز فني، ان لاعب منضم للنادي الاهلي في يناير ملوش لسه يعني ما اتمرنش 3 4 تمرينات على بعضهم، هوب يلاقي نفسه بيلعب في مركز مش مركزه الاساسي، وقدام مين؟ قدام نادي الزمالك في مباراه بيتابعها كل ملايين من مشجعي الفرقتين في مصر، وكمان مباراه فعلا كانت لا تحتمل القسمه على اتنين، لان النادي الاهلي وجماهير الاهلي في الفتره الاخيره ما كانتش مبسوطه من الاداء في بعض المباريات لغايه مباراه سموحه الاخيره والاهلي كسب فيها ودخل من خلالها مباراه الزمالك بمعنويات مختلفه. انا شايف ان مفاجاه كولر كانت البقاء على محمد هاني في مركز باك رايت، وادخال خالد عبد الفتاح المنضم حديثا من نادي سموحه في مركز المساك. على الجبهه الثانيه في وجهه نظري ان فريرا ما كانش عنده مفاجآت كتير يعني، وتقريبا فعلا ما عملش حاجه لان الادوات في ايده ما كانتش كتيره يعني، هو لعب 4 3 3. احنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا بنسال هو هيهاجم بضغط عالي ولا هيلعب زون ديفنس، هو فعلا بالفعل ما قدرش يلعب ضغط عالي، لان برده هترجع دي نفس المعضله اللي احنا عمالين نتكلم فيها، ان البدني مش مساعدك، البدني مش مديك المساحه انك تتصرف زي ما انت عايز. وخلينا نبص على البورد ونشوف شكل نادي الزمالك بالظبط، كان كده اللعيبه واقفه قدام منطقه جزائها، الثلاثه الاماميين ما بيخاطروش ان هم ينزلوا عند التلت الاخير من عند ملعب النادي الاهلي. ليه؟ لانه لو فكر الثلاثه دول لو فكروا ينزلوا دول مضطرين ساعتها ان هم يرحلوا معاهم وانس انك رحلت كل المسافه دي هتضطر ترجعها لو النادي الاهلي بدا يلعبك بالكرات الطوليه. ولو خدنا بالنا النادي الاهلي كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستغل هجوم نادي الزمالك ويعمل حاجه مبتدا الشوط الاول، لكن الكرات المقطوعه الكتيره اثرت على شكل الاداء في فرقتين، وخصوصا النادي الاهلي كان عنده ميس باس كتير قوي 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 في الشوط الاول. وناس كتير سالت هو ليه اداء الاهلي وحش في الشوط الاول؟ تعالى اجاوبك. الشوط الاول النادي الاهلي بيلعب بصير العاب هو مجدي قفشه، وانس ان الكوره تدرجت من الدفاع يا محمد للهجوم والمركز ده ما نزلش هنا هيحصل فصل يعني، لو شلت ده كده حطيته في ايديا وبدانا نبص على شكل الملعب هتلاقي ان انت مضطر على طول تلعب الكرات الطوليه، وده كان بيحاول مع علي معلول يلعبها الكهرباء كذا مره بس ما نجحتش. طيب قفشه في وجهه نظري في بعض الاحيان كان بيضطر بسبب الرقابه اللصيقه ان في ثلاث لعيبه في وسط ملعب الزمالك ان هو يتطرف، اذا تتطرف على الاطراف اوكي هي وسيله جيده للهروب من الرقابه، ولكن عدم الظهور
لزميلك اللي في نص الملعب اللي بيحاول يطلع بالكوره هيعمل ازمه للخط الهجومي ان الكوره مش هتوصل له. الجزء الثاني اللي مخليني اشوف النادي الاهلي ما كانش ظاهر بالشكل الهجومي الامثل ان هو كان بيلعب على الجبهه الدفاعية الأفضل في الزمالك. ربما الجبهة الشمال دايما متعودين علي معلول وحسن عبد القادر منذ غياب أكرم توفيق عن الجبهة اليمنى عندهم حلول هجومية أكتر، ولكن أنت بتلاعب برضو جبهة مش قليلة، بتتكلم على زيزو وبتتكلم على حمزة المسلوسي، جبهة دي دفاعيا قوية وأنت بتروح عليها هما بيصدوك، وتخليت تماما عن الجبهة الضعيفة تلاقي عبد الشافي وتحط معاه مصطفى شلبي. جابها ضعيفه جدا، لو انت كنت ركزت عليها في الشوط الاول كان زمانك عملت هجمات كتيره قوي 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 قوي، لان مصطفى شلبي كان بينسى ان هو هيرجع في اوقات كتيره، ولما بيرجع مصطفى شلبي اصلا دفاعيا مش لاعب قوي، فبالتالي كنت انت هتقدر تعمل عليه في الجبهه دي تعمل عليها خطوره كبيره. تمام. الشكل اللي بقول لك ده حصل امتى؟ حصل في الشوط الثاني، شفنا ان في تركيز شديد على الجبهة اليسرى لنادي الزمالك والجبهة اليمنى لنادي الأهلي. محمد هاني وحسين الشحات بدأوا يعملوا انطلاقات، والأوفر لابينج بتاع حسين الشحات كان مميز جدا، وخلي بالك نقطة مهمة جدا كولر اتكلم فيها، كان واضح قوي قوي في الشوط الثاني إن حسين الشحات واخد الخط. أول ما محمد هاني يبدأ يطلع بالكورة ويطير لازم حسين يفتح على الخط عشان يعمل مساحة بالظبط ويشد معاه، لو في رقابة هيشدها معاه وبالتالي تفتح لك مساحة هنا ما بين المساك وما بين الفول باك نادي الزمالك. حاولوا يخترقوا منها مرة واثنين كتير، لا كتير كان كتير قوي كتير. حتى اللي بيتفرج في كورة اللي محمد هاني استلمها قطع الكورة ونزلت له وشاطها ومحمد عواد صد لها، كان شكلها حسين فاتح الجبهة بس كان حسين فاتح الشوطة حلوة، واللاعب لما بيسخن مع اللعبة الحلوة بقول لك هجرب حظي واشوط. اوكي هو قرار جيد، بس القرار كان افضل منه لو انت كنت ريضت شويه على الكوره ورحت لاعب الكوره لحسين الشحات اللي كان خلاص الفول باك دخل وحسين الشحات بدا فتح يفتح الملعب، وهنا كان حسين الشحات لو الكوره اتحطت له هيروح انفراد بالمرمى. فده قرار جيد من الجهاز الفني ان هو يقول للعيبه في الشوط الثاني يا جماعه عايزين نركز على الجبهه دي، ابعدوا بقى عن جبهه الجبهه اليمنى. وهنا بقى كلامك اللي انت قلته بقى في الفقره الاولى هيتحقق، اللي هو لما فريرا بيسحب حمزه المسلوسي وحمزه المسلوسي واقف له عمال يقول له انت بتعمل ايه. حمزه المسلوسي كان في حصل حوار ما بينه وبين فريرا ازاي، واضح اللي هو بيقول له يعني انا مش فاهم انت بتخرجني ليه. وبالفعل لما حمزه المسلوسي خرج دفاع نادي الزمالك بدا يقل بشكل كبير. الصبوره طريقه اللعب ازاي بقى لما خرج حمزه المسلوسي؟ الطريقه اتغيرت ليه؟ ان فريرا طلع في المباراه طبعا مليون في المية. الناس ظنت ان حتى انا اسف الكابتن مدحت شلبي ربما كمعلق المباراة قال معلومة غلط، المعلومة الغلط اللي قالها ان فريرا هيتحفظ دفاعيا، لا 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 هو قال بالخطة ليه 3-4 3 ليه؟ عشان يطير دول، هو عايز شال عمرو السيسي ديفندر وشال حمزه المسلوسي، هو عايز يطير الاثنين الجناحات وعايز يطيرهم اثنين فول باكس بتوعه مع الاثنين الجناحات يطيروا يعملوا جبهات، وبالتالي بقى عنده هنا واحد داخل منطقه الجزاء يبدا يلعب له كرات عرضيه كتيره، زي ما قلت لك هو بيشيل واحد من خط الوسط عشان يزود اثنين على الاطراف. فهنا الزمالك كان هيهاجم بست لعيبه كاملين، لا طبعا تغيير هجوم، لكن هو عمل ده امتى؟ بدا عايز يخطف الماتش، عايز يكسب الاهلي في النص ساعه الاخيره. تشعر ان كولر ادى فرصه لفريرا انه يفكر ولو مره انه يغامر عشان يفتح ويعمل مساحات فكولر يضرب القضيه؟ ما اعتقدش، لا اعتقد هو فريرا من رؤيته للمباراه كانت يعني التعادل مستمر لغايه الدقيقه 60، فبدا يحس ان انا عندي مساحه ان انا اخطف في الدقيقه الاخيره. هو فعلا لعيبه نادي الزمالك محمد تخلي بالك كانوا دايما بيروحوا للاطراف عشان ياخدوا فاولات، يعني هم بيروحوا للاطراف عايزين ياخدوا فاولات، هم عايزين ياخدوا ضربات ثابته، هم بيلعبوا ضربات ثابته او ضربات ركنيه، اللعيبه كانت بتتعمد ده سيف الدين الجزيري امام عاشور شفناها كتير قوي قوي ان هم بيحاولوا ياخدوا فاولات في المنطقه دي وحتى انا قلت لك في يعني 16 عرضيه اتلعبت نادي الزمالك ما استفادش منها. ولكن طبعا بعد الهدف بتاع كهربا اكيد سيناريو المباراه اختلف تماما. طيب ازاي بقى تعامل كولر وهو متقدم بهدف واتنين، عمل تغيير الناس كلها كانت متوقعه ينزل كريستو، نعم قيس فجاه نزل احمد نبيل كوكا، نعم
في ظل الحاله البدنيه اللي عند الزمالك خلى كوكا باك ليفت وده مساحه لعلي معلول ان ينطلق لقدام. ببساطه هو الراجل فكر تفكير بسيط، قال لك انا النهارده عايز احمي الجبهه بتاعتي ان الزمالك بدا يهاجم بعدد كبير جدا وانا عايز العب على الهجمات المرتده، خلاص انا نزل لعيب صغير احطه باك شمال واخلي اللاعب الخبره هو اللي قدام، فبالتالي اللي هي الميزه ان الجناح علي معلول هنا ساعتها ما عليهوش واجبات دفاعيه خالص كتير، الواجبات الدفاعيه على كوكا بنسبه كبيره، وعلي معلول كمان في نقطه مهمه بخبرته في الحته دي هيديني كرات عرضيه، وهو كمان قراره العب كروس عالي او العب كروس على الارض جيد عند علي معلول عن احمد نبيل كوكا، وبالفعل شفنا الاسيست اللي عمله علي معلول في الهدف الثاني وكان ترجمه للتكتيك اللي حطه كولر في الدقيقه الاخيره. الدور المحوري لاليو ديانج في وسط الملعب، اليو ديانج النهارده ربما تحركاته قدامك كانت يعني سبوره ازاي الشوط الاول اعتقد كان عنده ميس باس كتير جدا، وحتى انا وانت واحنا بنتفرج على الماتش مع بعض اتكلمنا عليها، كان في ميس باس وكان في يعني برده قرارات يعني مش ذكيه من اليو ديانج في نص ملعب، ادى نادي الزمالك فاولات كتيره في نص ملعب النادي الاهلي. في الشوط الثاني شفنا بقى ان هو الهدوء اللعيبه فعلا كانت واضح ان هي متنرفزه، اللعيبه في حماس زايد على اللزوم في الشوط الاول بيخليهم يعملوا قرارات غلط. الشوط الثاني شفنا اليو ديانج بيقدر يعمل الدور المحوري بتاعه وازاي النهارده بيقدر يفسد الهجمات المرتده لنادي الزمالك، وازاي كان هو بيعمل الشيفتنج من الدفاع للهجوم، وضع في الاعتبار ان حمدي فتحي خد تعليمات بان هو اللي يزيد واليو ديانج هو اللي يلعب متاخر، رغم احنا في المباراه اللي قبل كده كنا بنشوف حمدي فتحي هو اللي بيثبت واليو ديانج هو اللي بيزيد، برده كلها بترجع لقرارات المدير الفني ومعرفته بحال. طيب اضافه مروان عطيه، نعم فهمتها ازاي في وسط الملعب والاضافه اللي حطها في وسط الملعب؟ واضحه جدا جدا جدا، هو الراجل بدا يقلب الخطه ليه 4 ما يشبه يعني 4-5-1، هو عايز يعمل كثافه عدديه في نص الملعب عشان يمنع نادي الزمالك من الكرات الطوليه، يمنع نادي الزمالك ان هو يحضر الكوره في نص الملعب، كلها طبعا كانت تغييرات اساسها ان انا احمي الدفاع بتاعي واركز على الهجمات المرتده، وبالفعل الهدف الثالث هو مثال حي ليه اللي احنا بنقوله ده. تغيير ما فهمناهوش وناس كتير كانت بتسال التغيير ده سببه ايه؟ ما نزلش كابالا، كان ايه دوره في الملعب؟ يعني التغيير ده معتاد في مباريات النادي الاهلي، وهو يعني بيشوف ان شيكابالا عنده خبره وبيعرف يلعب اللعبه المعتاده بتاعته، بياخد الكوره من الجبهه اليمنى نادي الزمالك ويضم لجوه ويشوط بالرجل الشمال. طبعا النهارده خلي بالك ما فيش اي حد بيساعد نادي الزمالك، فبالتالي التغيير ما فيش اي مساحه ان هو يعمل اي اضافه، لان اصلا الفرقه كلها اصلا يعني مشتته بدنيا مش واقفه على رجليها، وطالما اعرف يا محمد لاعب الكوره مش واقف على رجله صعب جدا جدا ان انت تطلب منه اي شيء. فرق 8 نقط في الدوري، المؤشر ايه؟ اكيد مفيش حاجه اتحسمت لغايه دلوقتي، لكن نادي الزمالك اكيد في يعني في كبوه واضحه جدا وفي كارثه في الوقت الحالي، ان خلاص احنا بنتكلم على ان في الوقت عنده شكوك في بقاء الجهاز الفني، واكيد لو الجهاز الفني ده مشي هيجي جهاز فني مصري ربما يكون اول مره يشتغل، ربما يكون الكابتن اسامه نبيه ويساعده ويبقى يكون مدرب عام الكابتن حسين ياسر محمدي، اكيد عندهم مشاكل محتاجين ان هم يحلوها للفتره الجايه، لكن اكيد فوز النادي الاهلي النهارده بعيدا عن الدوري اللي لسه طبعا لسه قدامه وقت طويل عشان يتحسم علامه مضيئه لما قبل مونديال المغرب ان شاء الله. علامه مضيئه لما قبل مونديال المغرب باذن الله، وزي ما قلنا لكم قبل كده مع انطلاقه هذا البرنامج في كتفك يا اهلي، وانطلاقه قويه والبدايه قويه وثلاثيه حمراء على الفريق الزملكاوي، مكملين معاكم اكيد الفتره اللي جايه، ولسه عندنا احاديث قبل او بعد مباراه البنك الاهلي، ومع سفر الفريق لكاس العالم للانديه لسه مستمرين في التغطيه والمتابعه وكل الارقام والتحليل الفني لفريق النادي الاهلي. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ولسه عندنا مفاجآت اكتر كمان الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله الف مبروك لجميع الاهلي، الف مبروك لجميع الزمالك، الف مبروك للاهلاويه وهارد لك للزملكاويه، والى اللقاء.